طب الحريقة كانت امتى بالظبط؟ احنا قلنا فجر الجمعة يوم الخميس وانتوا بالليل. سبتوه الفترة دي كلها بعيد، وانتوا بتقولوا انتوا الناس شميتوا بريحة. لما شمت الريحة راحت له. يا ابني في دخنة طالعة من عندك، في ايه؟ قال لهم ده عبد زبالة ملح. طب يعني انتوا اللي كشف علاقتكم الواقعة المكالمة التليفون، اللي هي مكالمة التليفون اللي هم فضلوا يرنوا عليهم محدش بيرد، صح كده؟ جه بقى ايه، جه بقى مين ابن وشاف عمه. القصة؟ ابن عمه لما الناس اتصلت عليه، تعالى في كذا واحنا مش متضايقين من الريحه ومش عارفه ايه دي، ابن عمه طب انتوا اخر فتح مره الباب. شفتوا الام واخواته امتى؟ مش عارفه، يعني كان ليهم علاقه كويسه بالناس في الشارع، ما حدش لاحظ وجودهم لا هم بجد او غيابهم؟ جدا. طب وبالنسبه للواد ده، وبالنسبه للواد ده كان عامل ايه يعني؟ الواد ده في حاله، احنا شايفين ان انتوا هنا يعني كل الاهالي في البلد في العزبه كله قاعد قدام البيت حاله حزن من يوم الواقعه من امبارح. ايوه زعلانين، شاب وشابه وموم صغيره برضه مش كبيره، وصعوبه برضه عليا. طيب ما كانش في بينهم خلافات؟ ناس قالت عشان الورث وناس قالت عشان في خلافات بينهم. هو واخد وبعد لوحده، وبعد لوحده يعني ما كانش قاعد معاهم في البيت، مطلع له بهاء في البيت بس شاب. واخد شاب متجوز او لا؟ عازب لسه. تمام. انتوا قلتوا ان انتوا يعني شميتوا ريحه حريقه يوم الجمعه الصبح. تمام. كانت مثلا يعني الجو عامل ازاي؟ انتوا شميتوها يعني؟ احكي لنا ازاي، احكي لنا اللي حصل ايه اصلا. دخنه غامقه جوه مزرعه الحظيره بتاع المواشي اللي موجوده في البيت. هي بره البيت، هي دي اللي كشفت المستور. تمام. انتوا قلتوا كان في دخنه جامده طالعه. تمام. طلعنا روحنا يا ابني في عندك دخنه جامده، في ايه عندك؟ قلب ده شويه زباله مولع فيه. الريحه كانت عامله ازاي؟ ريحه وحشه، ريحه حاجه بتتحرق، انا ادم من حاجه بتسيح، ريحه شعر، حاجات زي كده. هما كانوا متغيبين اصلا بقالهم قد ايه؟ يعني انا عن نفسي ما شفتهمش من العيد، يعتبر من العيد. يعني ايه السبب؟ واحد في بيته ما حدش مخلوق بحاجه. ايه السبب الدافع ان هو يعمل جريمه شنعاء يرتكبها ضد والدته، ضد اثنين من اشقائه، يعني اخته دكتوره، اخوه؟ والله ربنا اللي يعرف حاجه، مش يعرف حاجه. يعني قعد 3 ايام مولع فيهم بينهم، ما حدش يعرف بينهم. يعني قعد 3 ايام مع جوزه هو، يعني تصرفاته هل هو متزن؟ كان ماشي عادي خالص، ويعدي عليك لو عدى في الثانيه 3 مرات سلام عليكم. ما كانش يعني قعد مع جوزه 3 ايام في نفس البيت ومحدش لاحظ عليه حاجه؟ لا، وصلى وراح اشترى حاجه ساقعه وراح قعد مع بنت عمه. وكان كان دايما بيصلي، كان دايما بيصلي، بيروح الجامع وكده ولا؟ كان بيصلي كل جمعه. كل يصلي كل جمعه. طب هو قتلهم الناس بقى او الخبر وصل لنا؟ احنا الدخان اللي عرف عرفتوا ايه بقى؟ وبنت عمه راحت شغلها المحاميه، حكت راحت شغلها. طب هي ادرى مني لا هي، هو بقى اتفطر معاهم وتعامل. طب هو كان دايما بيتخانق مع مامته من يوم ما بابا توفى؟ انا عن نفسي ما شفتوش اتخانق مع والدك. طب انت دخلتي البيت بعد اللي حصل ده؟ لا ما دخلتش. طب ما حدش دخل البيت شاف ال؟ ما حدش بقى، كانت النقطه جت والمباحث جت، ما حدش دخل، ما خلوش، ما حدش حكى لكم على المنظر. مين اصلا اللي حس بالقصه دي؟ يعني حس بتغيبهم؟ الجيران، الجيران. في واحده من الاهالي قالت يا جماعه دي ريحه لحم بني ادمين بيتحرق، فعلا الكلام دوت؟ هي ريحه، ايوه فعلا. ما هي الصبيه اللي انت عارف، انت لو رحت البيت العروسه في البلد اهو، هي هتقول لك على كل حاجه. هم قطع من لان هي اللي ضربت. يعني هي البيت بتاعهم فين؟ البيت هو على يمينك وانت طالعه هناك في الاخر، هتحمدي حبه في اخر الشارع ده؟ هي اللي اكتشفت بعد التربه، اكتشفت الجرس. مين اللي اكتشف الجرس؟ هي ايام شمها الزاويه اسمها مطريه، يقول لك ده حبه زباله انا كبيبه، ما حدش يشغل دماغه هو. ففي الاخر قالت له، لا اتصلت على ابن عمه قالت له، لا يا ابني تعالى شوف لنا الريحه دي فيها ايه او النار دي فيها ايه، احنا مش عارفين نقعدوا من كتر الريحه، الريحه مش طبيعيه، تعالى شوف الريحه. قال لها طب حاضر انا جاي. راح جه ما لقاهوش، فتح الباب ودخل لقى النار مولعه والعظم فيه. عظم واللحم بقى، اللحم بقى الله اعلم. اللحم بقول لك البارح، اللحم ما كانش موجود. المباحث لقوه في الثلاجه. اللحم ايه؟ لقوه فين؟ في الثلاجه في اكياس. اللي هو الواد قطعهم عبيهم في اكياس كده، قطعهم وعبيهم في اكياس في الفريزر كمان. انتوا بتقولوا كان ساوي وكان بينزل وسلام عليكم وكل الناس محترم جدا. مش عارفه يعني محترم، بس ما كانش باين عليه اللي هو مثلا عقله على قده هو حاجه كده كده. لا تعقله حلو واعي وسلام. ده محامي يعني مش مريض نفسي؟ لا يعني بيتعامل عادي، عادي. هو كويس وسلام عليكم وعد محترم، ما فيهوش اي حاجه.
بصت كل عشان هو فصل التفكير ده يبقى في حاجه هو فصل اللحم عن العظم فصل اللحم عن العظم فكره ان هو يحط اللحم وحط اللحم في الثلاجه لقوم في كيس قلت البارح لقوم في كيس كان بيحرق ايه بقى كان بيحرق الجمجمه بيحرق العظم يشف العظم العظم جنب العظم واللحوم ازاي شفها العظم اللحم في الثلاجه فوق في البيت وهو عامل الدماغ في الزريب اللي هو يعني بيحاول يولع في الجماجم وجنبهم الكلاب كمان لقوا كم جمجمه مين لا كل اثنين بقول ثلاثة اثنين ولو كفر لا تعالى قول تعالى قول يعني في دي ابن خال اللي هو اللي قتل ابن خال حضرتك ذكي جدا فوق ما تتخيل كلام سليم مش موجوده اللي حوالين البيت بتاعه طيب بيعمل ازهار وشتلات من كل حاجات يعني فوق انت ما تقدرش تستوعب يعني ده محمد اللي هو القاتل يعني بيعمل شتلات انت ما تقدرش تستوعب يعني واحنا داخلين العزبه بعض الناس قالت ان هو كان بيمارس حياته الطبيعيه بعد ما ارتكب الجريمه والناس بتساله ابوه امك عامله ايه واخواتك ابوه متوفي ابوه مات بعد ما الخميس والجمعه والسبت ويوم الحد متعشى مع بنت عمه اللي هي المحاميه اللي هي زميلته لا هي زميلته وفاتح مكتب هنا وبيشتغل في المحاميه هو بيشتغل كده على الصريح كده في المحكمه محامي حر طيب معلش بقى تحكي لنا عن الاسره دي عن حياتهم كانت عامله ازاي هم كانوا كم فرد الام هو الثلاثه اللي ماتوا محمد وابوه مات في حادثه برضه تمام واللي ماتت اللي ماتوا مين يقربوا لك ايه امه ما هم ولاد خال ولاد خال يعني انت من الاسره يعني احنا هم ولاد خالي طيب دخلت البيت بعد الجريمه ما دخلتش طيب تم اكتشاف الجريمه ازاي هقول لحضرتك حاجه فضل. انا قاعد هنا عند في الارض بتاعتي تمام لقيت واحد معدي بيجي فمشيت وراه انا بمشي بالعكاز مشيت وراه انا ماشي بالعكاز على قد كده على ما وصلت هناك لقيت حماده ابن خالي اللي هو ابن عم الجديد ابن عم الجاتي بقول له في ايه حماده قال لي ده الولد جيت لامه واخواته الاثنين اللي هو اسمه احمد ده محمد طب انت دخلت قال لي انا دخلت انا واثنين واول ما شفت الحريقه شغاله في الدنيا اغمى عليا شالوا طلعوا له بره وقفلوا الباب وراحوا طالبين بقى النجده بعدها قلت له النجده قلت له ما تخش الباب عشان البصمات تمام خلاص يعني انتوا دخلوا كان في حريقه شغاله ساعتها كانت شغاله لحد دلوقتي لسه ولحد دلوقتي حظيره البيت المجاوره لموقع سكن الاسره لا اكتشفوا ان في دخان الدخان ده اللي كشف ان هو مولع في الشغال والمباحث الجايه كانت شغاله لسه يعني هو يعني هو بيحرقهم بقاله 3 ايام من يوم الخميس بيقول لك مولع في زباله من يوم الخميس واختفى وفجأة ولا راح هو اختفى بقى اللي حصل بقى فيه يعني انتوا اخر مره شفتوه كانت امتى طب بيقول لي بس عليا من امبارح العصر تمام صلى العصر وعدى عليا بيقول لي السلام عليكم والسلام ورحمه الله خد العربيه الكار وراح جاب شكرتين اسمنت جبس وبزاويه ميه نقر وجه جابهم منين مشين يعني اشتراهم من يعني في ناس قال لكم يعني حد خليك بس معاك في الكلام احنا عايزين نعرف منك الواقع طب ماشي كمل لنا حاجه معاك انا حكيت يا سيدي انا هحكي تاني معلش طب كمل لنا وبعدين حصل ايه اللي حصل راح جاب شكرتين جبس وجه طب انت عم المحاميه لما اخوها قال لها انا اتصلت بالحكومه عشان الواد موت اخواته المحاميه راح متصل عليه انت فين يا نادل يا عرس يا وسخ قال لها انت عرفتي قالت لي قال لها السلام عليكم خد بعضه وجري ساب العربيه واتكل على الله بقى شايل الجبس وجري ساب كل حاجه ومشي قتلهم ازاي ما نعرفوش طب اللي انتوا شفتوه ايه اللي احنا شفناه ان الدخان والناس كانت جالوا دخان وولعت الحكومه قعد 3 ايام مولع فيهم فعلا ده من يوم الخميس لحد امبارح العصر كانت الدخان شغال لحد امبارح ايه اللي حصل يا حاج وانتوا اتحركتوا زكي اهل البلد هنا وخاصه ان انتوا عزبه يعني عزبه واحده كلكم انساب في بعض اتحركنا لما لقينا
ما لقيت حد بيجري رحت لقيتها ابن عمه قاعد هناك وخلاص قال انا بلغت الحكومه اللي هو ابن خالك اصلا ايوه ابن خالي. طب ايه الخلافات اللي تدفع ان هو يولع ما فيش اي خلافات هو عايش طبيعي خالص ويكلم الناس و100 100 امال ايه قصه ان هو كله عمال يقول لي عشان تقولوا تطلبات